بلا حدود من أجل هذا الوطن. امبارح اختتمت فعاليات ملتقى توظيف الشباب والفتيات بمحافظة الجيزة اللي نظمته المحافظة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة. شارك في الملتقى حوالي 40 شركة ومصنع، تم تحت حوالي 10,000 وظيفة لجميع المؤهلات. الحقيقة مجهود كبير بذل في هذا الملتقى، وبالأمس عرضنا تقرير أولي، ولكن بالتأكيد هذا التقرير يعني كان بيعبر عن اللي حصل في هذه الفترة. معنا الأستاذ رفعت سيد، أحد الذين قاموا بجهد كبير في هذا الموضوع، وكان بيلعب الحقيقة دور مهم سواء في منطقة كرداسة، مركز كرداسة، عمل 12 مكتب، أو كان موجود امبارح. خلونا نستفسر منه باعتباره واحد من منظمي هذا اللقاء، ماذا حدث أمس في نهاية الملتقى؟ أستاذ رفعت مساء الخير. أستاذ رفعت، أستاذ رفعت، طيب أستاذ رفعت مساء الخير. مساء الخير يا مصطفى بيه. امبارح كان اختتم ملتقى التوظيف الاول في الجيزة، ماذا حدث في حفل الختام؟ اللي حصل سعادتك في حفل الختام، الحمد لله كانت النتائج اعلنت امبارح في مؤتمر صحفي انه بالفعل تم تعيين 1118 شاب بخبرات وبدون خبرات، في زي ما حضرتك ذكرت كده في حوالي كان معانا 44 شركة من القطاع الخاص، والافراد ديك اللي تعينوا دول ليهم تأمين صحي شامل وعقود بتشرف عليها وزارة التضامن، وفي 1700 واحد تحت التعيين هيعملوا الانترفيو الاسبوع اللي جاي، وفي 500 شاب اترفض تعيينهم وهيعاد تدريبهم على نفقة الحكومة وان شاء الله يتعينوا. اظن هذه التجربة لن تكون التجربة النهائية، يعني بالتأكيد هيبقى في تجارب تانية. هو ان شاء الله في تجارب، في تجارب تانية وفي ملتقيات أخرى بعد نجاح المؤتمر اللي حققه ده. بصراحة مصطفى بيه امبارح لما تشوف إقبال الشباب على الوظائف، أنا شفت نعم، وحضرتك كنت موجود معنا في أول يوم كنت مشرفنا وشفت الوضع بعينيك، وفي جدية وفي مصداقية في التعيين. لا فيها إن شاء الله يبقى في مؤتمرات تانية، وفي حاجة اسمها قصر تعيين هيتعمل على مستوى المراكز، ودي كانت مبادرة كويسة من محافظة الجيزة تحت إشراف السيد اللواء محافظ الجيزة والسيد اللواء علاء عابد وجمعية مصر النيل، ونجحنا فيها الحمد لله نجاح باهر. على قد ما احنا تعبنا امبارح واول امبارح في الملتقى، الا ان ما تشوف شاب تعين وفرحته بالتعيين طبعا. والناس طبعا. اللي تعين